السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيب قلبي الحلوين الغاليين، أطفال سنة 6 ابتدائي أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله يا أولاد هنحل مع بعض تمارين يونت 9 الوحدة التاسعة ليسن 2 الدرس الثاني اللي كان بيتكلم على مسج إن ذا بوتل، رسالة في الزجاجة، وشرحنا فيه جرامر اللي هو زمن الماضي المستمر وقاعدة وين. وين ماضي بسيط ماضي مستمر، أو أشيل الماضي المستمر أحطه في الأول، ماضي مستمر وين ماضي بسيط. يلا بينا يا أبطال نبدأ فيديو الحل، وقبل ما نبدا اللايك الحلوه بتاعتك وشوف كده انت مشترك معانا ولا لا، ويلا بينا. اول سؤال هو سؤال تشوز، يعني مفيش استماع النهارده. سؤال تشوز بيقول they went to the beach، هم ذهبوا الى الشاطئ to swim علشان يعوموا، and ايه وكمان ايه on the waves على الامواج، طبعا surf يا ولاد، surf اللي هو يركب الامواج. طيب my friend sent me، هو صديقي بعت لي ايه يا ترى؟ on my phone على التليفون yesterday امبارح، صاحبي هيبعت لي مسج رسالة، مش بوكس ولا ويندو ولا كاسل. طيب where is your a of water، where is your bottle of water، اين زجاجة الماء بتاعتك، ازازة المية بتاعتك فين؟ ما ينفعش اقولك where is your bowl، سلطانية المية بتاعتك، او pan طاسة المية، او plate طبق المية بتاعك فين. my dad is a، هو بابايا ايه؟ he works for a newspaper، بيشتغل في جريدة، طالما بيشتغل في جريدة فهو journalist صحفي. هنيجي لسؤال البوكس، عندي scared خايف، sun شمس، moon قمر، walking يمشي، وhouse منزل. my friend علي and I، انا وعلي صاحبي، we're playing in the forest yesterday، كنا بنلعب في الغابة امبارح. it was a lovely afternoon، كانت كده ظاهرة جميلة. and the it was shining، مين اللي كانت مشرقة؟ طبعا the sun الشمس. we were hoping to see some interesting animals، ونتمنى كده ان احنا نشوف بعض الحيوانات الشيقة and birds والطيور. when we were، وطبعا were والفعل وين جي، ف we're walking. when we were walking in the distance، عندما كنا نمشي in the distance على بعد، we saw strange house، شفنا بيت غريب. علي decided to go into، علي قرر انه يدخل، to go into the house، يدخل البيت. I was a bit، وانا كنت ايه شويه، I was a bit scared، كنت خايف شويه. القطعه، القطعه انا شايف ان هي مقسمه لباراجراف 2 3، ثلاث باراجرافات. هل هيسال في تلخيص حاجه فيهم؟ فعلا هو سال summarize the first paragraph، في تلخيص اول فقره، فتعالى كده لما نقراها نلخصها بالمره. Tom's grandparents lived by the sea، أجدادتهم عاشوا بالقرب من البحر. The beach near their house، الشاطئ اللي قريب من بيتهم was quiet، كان هادي and beautiful وجميل. And he loved to go there with them، وحب إنه يروح معاهم هناك. They swam، كانوا بيسبحوا، surfed بيركبوا الأمواج، and played games، وبيلعبوا ألعاب on the sand على الرمل. طيب لو انا عاوز الخص الجملة دي هقول ايه؟ هقول توم and his grandparents، توم واجداده played، لعبوا on the sand على الرمل، تمام، near the sea بالقرب من البحر، تمام، او توم and his parents or his grandparents، توم واجداده had a good time، قضوا وقتا جيدا، مثلا on the beach على الشاطئ، تمام. ده ملخص الفقرة الأولى يا ولاد. طيب تعالى ننزل نكمل قطعتنا. one day، وفي يوم من الأيام، they were swimming in the sea، كانوا بيسبحوا في البحر عادي يعني. when Tom saw a glass bottle، لما توم شاف إزازة من الزجاج، in the water، في المية، فقال look granddad، انظر يا جدي، he said let's put it in the trash، يلا نحطها في القمام. فجد قال I have a better idea، أنا عندي فكرة أفضل، said granddad let's write a message in a bottle، يلا نكتب رسالة في الزجاجة. what's a message in a bottle، Tom asked، ها إيه الرسالة اللي في الزجاجة دي يا جدي؟ قال له you write a message on a piece of paper، أنت بتكتب رسالة على ورقة. fold the paper، وبتتني الورقة. and put it، وتضعها in the bottle، في الزجاجة. then throw the bottle out to the sea، وبعد كده بترمي بقى الإزازة في البحر. for someone else to find، علشان حد تاني يلاقيها. granddad replied the next day
The next day, تاني يوم, Tom and his grandparents went to the beach. توم وأجداده ذهبوا للشاطئ to throw the bottle عشان يرموا الزجاجة into the sea في البحر. طيب, Tom loved to go to the, هو توم حب إنه يروح الإيه with his grandparents, البيتش طبعا. توم وجد a bottle in the water, زجاجة إيه في المية؟ glass, كانت من الزجاج. طيب, the opposite of the underlined word quiet, عكس quiet, هادي, عكسها noisy, مزعج. Where did Tom's grandparents live? أين عاش أجداد توم؟ أول حاجة خالص, Tom's grandparents lived by the sea, عاشوا بجوار البحر. هنا إجابة السؤال number 3 أو number 4. خلاص number 4. طيب, تعالى كده بص معايا هنا على الترتيب. Are favorite what thinks your, هتبقى what are your favorite things, ما أشياءك المفضلة. What are your favorite things, ما أشياءك المفضلة. Games on children the sand play like to, طيب children الأطفال, قل له كده children like to, الأطفال بيحبوا أن, بيحبوا إن هم يا أولاد play games, تمام play games, إن هم يلعبوا ألعاب on the sand على الرمل. طيب عندي بعد كده was like the weather what, يبقى what what هنا ماضي وأقول what was the weather like, ماذا كانت حالة الطقس. السؤال كده يا أولاد what was the weather like, لكن في المضارع هتكون what is the weather like, في الماضي what was the weather like. تعالى لتصحيح الخطأ. He reading when his dad called him, استنى هو when بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر, يبقى he was reading, he was reading. طيب they were, هو ينفع were play؟ لا, احنا قلنا الفعل مع were يضاف له ing. They were playing football yesterday evening. What happened next in the story, نعمل punctuation, هنبدأ بالW capital. Happened next in the story عادي خالص, بس في الآخر question mark. وتعالى على a day on the beach, يوم على الشاطئ. وقال لك who were you with, انت كنت مع مين, what were you doing, وكنت بتعمل ايه. فانت ممكن تقول له I lived, انا عشت by the sea, بجوار البحر, with my parents, مع آبائي. وممكن كمان تقول له the beach, الشاطئ, was, كان, quiet, هادي, and beautiful, وجميل. وبعد كده تقول له we swam, سبحنا, surfed, ركبنا الأمواج, and played on the sand, ولعبنا على الرمل. تمام, and played on the sand. وبعد كده قل له one day, وذات يوم, I saw, أنا رأيت, a glass bottle, زجاجة من الزجاج. I wanted, أنا أردت, to throw it, أن أرميها, in the trash, في القمامة. My dad, بابايا, said, قال let's write a message, يلا نكتب رسالة, in the bottle, في الزجاجة. I wrote, أنا كتبت, ها, a message, كتبت الرسالة. بعد كده أقول له the next day, اليوم التالي, I threw, أنا رميت, the bottle, الزجاجة,
into the sea داخل البحر. ده الباراجراف. ممكن كمان تاخد لي سكرين شوت. بكده احنا خلصنا فيديو النهارده. ثانك يو فور واتشنج. شكرا جدا للمشاهده، شكرا انك كملت الفيديو للاخر. فيديوهات الحل بتكون مهمه جدا يا اولاد، ولكن المفروض انك بتكون مجاوب على التمارين دي قبل فيديو الحل، وبتبدا انك تطابق اجابتك وبتدي نفسك الدرجه بعد ما نخلص. ودلوقتي نقول لك خلصنا السيشن الجاي ان شاء الله بقى لسن 3 الدرس الثالث. نستودعكم الله يا اولاد. جود باي، مع السلامه.